نعم يا رب، بهالعالم قدي في ضجيج، زمامير السيارات وموتوريتها، المكنات اللي عم تحفر بالأرض ورجيجة، الطيارات اللي بتمرق من فوق الراس وأزيزة، وفي الضجة اللي جوا بقلب الإنسان، الضجة اللي بتصرخ له من رغباته ومن ميوله من شهواته، وياما أوقات من يأسه، والموت اللي بيصرخ له وبيقول له أنا جاي أحررك، وبيكون الانتحار، وضجيج الناس اللي عم بيصرخوا مدري لبعضهم مدري عبعضهم، لأنه ما حدا عم يسمع حدا، ضجيج بضجيج. وبيصير الإنسان يقول نيال الأطرش، وعن أي أطرش عم بيحكي؟ عن الأطرش لما بقى يسمع صوت السيارة وصوت الطيارة، أو عن الأطرش لما بقى له اسم لأنه ما بيسمع حدا عم بيناديه، أو عن الأطرش اللي ممكن يكون أنا أو أنت أو أنت أو هو أو هي، الأطرش اللي ما بقى يسمع الكلمة، الكلمة الجاية من عندك، اللي ما بقى يسمع كلمة ابنك يسوع عم بيقول له اتبعني، عن أي أطرش عم تحكي؟ شو هم يا رب لو بطلت اسمع كل الأصوات وبقي ابنك يسوع الكلمة الوحيدة اللي بتضج من برا وبتضج جوا، من هونيك من البعيد بتناديني، ومن عمق اعمائي بتناديني، من عمق اعمائي بتقلي روح لهونيك، ومن هونيك بتناديني وبتقلي تعال هون. نعم يا رب هالصوت الاقرب والابعد خلي ضل يناديني لابعد.